أحمد نشرة الأخبار من صباح البلد. ترأس البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية صلاة رأس السنة الميلادية في زيارة مفاجئة إلى الإسكندرية، وقد شارك في الصلاة القمص رويس مرقص الوكيل الباباوي بالإسكندرية وعدد كبير من الآباء الكهنة. وألقى البابا توادروس العظة حول الفضائل التي يجب أن يتحلى بها الإنسان في عام 2018، وشدد البابا توادروس على تنفيذ وصايا الإنجيل وفي مقدمتها تنفيذ وصية المحبة، قائلا إن الوصية في المسيحية تشدد على المحبة حتى محبة الأعداء، مشيرا إلى أن المحبة تتضمن محبة الشخص لنفسه وإلى الله والشعور بالرضا وعدم التذمر والاعتراض على مشيئة الله. وأشار البابا توادروس إلى أن الله لا يترك الإنسان ويرعاه طوال أيام السنة، فعين الله تعطي الرجاء والأمل في المستقبل والتفاؤل. كما شدد البابا توادروس على الاستقامة وعدم الانحراف وراء الخطية. أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين عن تمنياته أن يكون عام 2018 عام خير وسلام على البشرية جمعاء، داعيا إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش المشترك في جميع أنحاء العالم ونبذ كل مظاهر العنصرية والتطرف والإرهاب. وأكد الإمام الأكبر أنه مع إطلالة عام جديد يجب علينا أن نعمل سويا على نشر قيم العدالة والمساواة، وأن نشترك جميعا في مداواة آلام المستضعفين والمحرومين والمظلومين في جميع أنحاء العالم، وأن تسود ثقافة الحوار بين أبناء المجتمعات المختلفة. وشدد الإمام الأكبر على أن تجارب الأعوام الماضية بل سجلات التاريخ قديمة وحديثة تؤكد أن سلاما ورخاء البشرية أمر لا يقبل التجزئة، وأنه يستحيل أن ينعم جزء من العالم بالرخاء والسلام بينما يقبع جزء آخر تحت نير الفوضى والحرمان، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وقواه الفاعلة أن تتحرك بفعالية من أجل عالم خال من الجوع والفقر والتهميش. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والإدارة العامة لشرطة التموين للتأكد من تنفيذ قرار الدكتور علي المصلحي وزير التموين بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلع وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية. كما يقضي القرار بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار. كما يلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته. استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الجديد بمهاجمة إيران ووصفها بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب. كتب ترامب من خلال حسابه على موقع تويتر أول تدوينة له في العام الجديد قائلا: إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب ولديها العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث كل ساعة، أغلقت الآن الإنترنت بحيث لا يمكن للمتظاهرين السلميين التواصل غير جيد. نهاية النشرة. فاصل قصير.